الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.